يا سلام يا سلام. انت بس تشوف المنظر هتجوع. تعال بسم الله. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه في باشا كوك شو. اليوم وصفتنا وصفه مكسيكيه. طبعا جبت الشباب واخويا عندي عبد الله وبرضه بناته، بقول لهم اطلعوا على الكاميرا بس ما هم راضين، بس بعد شويه ححاول اقنعهم يطلعوا معانا. الاكله المكسيكيه اليوم حتكون التاكوس. هو عباره عن خبزه تورتيه ويتقدم مع اصناف كثير، منها اللحم، الجمبري، الدجاج. بس اليوم انا هعمل طريقه اللحم وهي طريقه البربكو اللي هو اللحم الستيك، وحنطبخه لمده طويله على نار هاديه لين ما ينهري معانا. ايش بك دخلت على الطريقه على طول؟ اتكلم على الوصفه شويتين. ومصدر كلمه التاكوس طلع من شيء مكون من الورق والبارود وتتلف وتصير زي الديناميت، وكانوا يستخدموها لتفجير المناجم. ولو عارفين انتم ليش سموها كده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ومعلومه ثانيه، الامريكان تخيلوا يستهلكوا 4 مليار تاكو في السنه، من كتر ما يحبوه عملوا يوم وطني بس للتاكوس. واصل التاكوس يكون بالتورتيه اللينه، بس الامريكان طبعا يحبوا الفزلكه واخترعوا التورتيه القاسيه هذه عشان تقعد لمده اطول. يلا كمل الطريقة يا اخوي. بيصير مفتفت. عندي هنا قطعة ستيك للسيبليون، جايبها قطعة كبيرة زي ما انتم شايفين، وفوقها فيها قطعة دهن. هحاول اشيل شوية من الدهن اللي فوق، حبقي شوية. خلاص هخلي بقية الشحم هذه، الحين هقطعها على نصين، أول شيء بالطريقة دي. النص الأول، هقطعه نصين ثانيين. يصير عندنا 4 قطع، 4 قطع ستيك كبيرة فوقها شوية دهن، والآن حوريكم كيف حنعملها. الحين حجيب قدر مدى يخش معانا الفرن، يعني بدون بلاستيك. هاي ديانا، سي هاي. أضبط؟ هاي بيبي. ديانا أقول لك إيش تقول له؟ مين؟ حنضيف أول شيء الخضروات اللي هي الجزر، البصل والفلفل. حضيف عليهم صلصة الطماطم، وعندي هذا مكسر بهارات حتلاقوه تحت في المقادير. هضيف شوية عليهم، هسيب الباقي للحم، نقلب المكونات كلها سوا. أنا ملح، هبدأ أبهرها نفس البهار اللي حطيته قبل شوية. خلاص زي ما انتم شايفين يا جماعة بنبهرها مظبوط. هناخد كل واحدة كده ونملحها بالطريقة هذه. لازم نخلي الجهة اللي فوق الجهة اللي فيها الشحم، زي ما انتم عارفين دائما الشحم يساعد انه اللحمة تطرى، ولو كانت فوق يبدأ ينزل ويسيح على اللحمة ويتغلغل جوتها وتصير طرية. عندي هنا ورقة اللحم تقريبا 3 اكواب، حضيفها من الطرف كده. هذه حتخش الفرن تقريبا حرارة 170. حتلاحظ انه في نهاية الطبخة الصوص يكون تقل معانا، واللحمة برضو كده اتقمرت وانهرت. خلاص ندخلها فرن مكشوفة. طيب كده يا جماعة خلاص خلصت معانا، مرت عليها تقريبا 3 ساعات. بعد تقريبا ساعة غطيته وسبته على النار، على نار تقريبا متوسطة. يا سلام يا سلام. كيف المنظر؟ شوف الريحة. هبدأ افتفتها. كيف فتفت اللحم؟ هتجوع؟ تعال تعال هتجوع، انت بس هتشوف المنظر هتجوع. تعال والله تعال شوف، تعال شوف ابو سعود. حتى لو نشفى شويتين مع الصوص ترجع تاخذ المويس حقها وتاخذ الطراوه حقتها. كده يكون جاهز معانا البربكو، طبعا بطريقه الخاصه البربكوه على قول ابو عابد. طيب يلا دحين جات وقت الدواقه، ترى هذا اخويا يا جماعه. يعني خلاص انا ابو عابد اخويا. عبد الله يا ابوي اصبر. يا جماعه اصبروا. هنا عندنا يا جماعه السلطه هذه عباره عن طماطم وبصل وذره وكزبره، حطيت عليها خل وليمون وملح وفلفل اسود بس. سلام. وهنا عندك الجواجامولي، ايش اسمه عبد الله؟ وعندنا هنا جواجامولي. جواجامولي ايش اسمه؟ واكامولي. مو واكامولي ولا جواكامولي؟ جواكامولي. اوكي وعندنا هنا جواكامولي. عندنا هنا جواكامولي. بنانا بيبر. لا بنانا بيبر الاصفر. لا مو بنانا، هذا الشيء اللي زي بنانا. بنانا بيبر الاصفر. يا سلام. اللي يعرف اسم الشيء ده يقول لي تحت في الكومنتات. وعندنا هنا الهارد شيل. الهارد شيل ده اللي هو التورتيه القاسيه، وبرضه عندنا التورتيه الناعمه. خلينا نجرب دحين. فين الشوكه؟ يا سلام. خلاص حجي تفضل. يعني تبغى تاكل تطلع في الكاميرا؟ ايش ما راح استحي اقعد اتفرج من عندك. بس تعال نحط عليه الكوغامولي هنا. ممتاز. يعني حق مطعم، يعني خش مطعم. هذا الفلفل حطه في النص. بسم الله. مره طعم كذا مع السور كريم. صراحة يا جماعة مش من الآخر والله. ترقبوا الفيديو يا جماعة بعد كده.
كده يكون خلصنا، حنكمل اكل احنا الشباب، والشباب يعطيهم العافيه برضو ساعدوني اليوم. واهم شيء لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات. يعطيكم العافيه، كنت معكم علي باشا، سلام.